امي شو تسوين؟ هندو تعرفين منو سوالي اعجاب على كل الصور ويلحقني في اللستة؟ يلحقت؟ كيف يعني يلحقت؟ وبين شو انستا؟ ما افتهمت. انستا يعني انستغرام. تبيني اشرح لك شو يعني انستغرام؟ لا مويو لا تشرحي لي. زين قولي لي منو اللي يلحقت؟ اقصد يسوي لك فولو في الانستغرام؟ الطباخه منال. هي هي وبعدين تعالي استويت مشهوره هي والكل قاعد يلحقني. طالعي ها اكي ها شوفيها. زين الو هلا وعليكم السلام والرحمه. زين يلا انت برا دقيقك بس ان شاء الله. يلا مع السلامه. امي هدى شو تبغى فيك؟ بصير نتمشى. زين ما قلتوا لي كان بي وياكم. خليك انت انا بروح انا وهي بس روحنا. امان الله. وين الحلو من يوم وين الحلو من يوم اليوم وايد متحمسه بزياده. وين بتودينا؟ هلو هاي سوربريز يعني سوربرايز بالعربي مفاجأة. بخربها إذا قلت لك فديتج. يا هالمفاجآت اللي مو طالعة خالص. بتخشين على حبيبات خالك. نورتي لي قلبي الصراحة. ليش أنا أقدر أخش عن الشيء؟ خلاص بقول لك نحن اليوم بنروح نسوي ميك أوفر. روفر؟ ايش رايك بالنيلي؟ خالو منقود عند العرب منقود نحن ما نلبسه. امي شوفي قطعته بعد. زين هذا هو المطلوب. خالو عشيت انا عشيت من هاللون عشيت ما احبه. بجيب لك نظاره ما احبه. شو اسوي لك؟ والله حلو مو حلو. بعدين هذين ثنتين يلبسونه مو بوحده. هالكبر يا اساس انت السمباتيكا خالو يعني ما انت بعد يعني عود خالو. ممكن اطلب طلب؟ عندي حاله طارئه ابى حمام. هلا بروحي الحمام. خذي راحتك بس لا تطولين في الحمامات. وين تطولين؟ تعالي سيدي يمين ما يتوه قومي قومي. لا مو معقول مو معقول هذا انا. شو سويتي فيني يا هدى؟ رديتيني 20 سنه حتى انت ما بتعرفني. ما بقدر اصدق اني يومين امي بترد بيتها. نو يا قلبي ها اشوفك زعلانه. وين هندايك الاوليه اللي زاغت يوم درت انها ما بتبات عنده كم من يوم؟ لا بعد تخططي رفيجاته انت وديها المول. انت وين وانا وين؟ لكن صدقين تبين صراحه عمتي انا بتولى عليها بعد صراحه. مسويت لنا جو في البيت حقي وحقك وحق مريوم ورفيجاتك. الله يا عمتي. كيف؟ شفتي في الحمام؟ ما عليك إذا بهالمناسبة قبل الفرحة تكمل تلبسين الفستان على الميك أوفر الجديد. الحين غيره عن اللبس لأن الحين في ميك أب. شو؟ بيطلع وايد حلو على على الأوفر هذا مالك. ميك أوفر. إي أوفر هذا. حبيبة قلبي تستاهلين كل خير أنتِ.